35 عمارة سكنية بمنطقة الكيلو 4 بمحافظة مطروح يجري تطويرها ورفع كفاءتها بعد أن كانت شبه متهدمة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وما دفع الدولة للتدخل لتوفير السكن الكريم لهؤلاء المواطنين في عدد 700 وحدة سكنية. هم 35 عمارة في حدود في بعدد 700 شقة. التكلفة التقديرية لتشطيب العمارة الشقة الوحدة السكنية يعني باللاند سكيب بتاعها بما يتعلق بيها من مرافق في حدود 170 ألف جنيه. طب المواطن هيعمل إيه؟ ولا حاجة، هيطلع على حسابنا على حساب المحافظة يسكن بره في وحدة سكنية ويرجع لوحدته متشطبة على أعلى مستوى باللاند سكيب اللي فيها مجانا. انتهت محافظة مطروح من المرحلة الأولى والثانية من المشروع، فيما يجري حاليا العمل في المرحلة الثالثة لعدد 13 عمارة بإجمالي 260 وحدة سكنية للانتهاء منها قريبا. المرحلة الثالثة عبارة عن 13 عمارة، العمارة الواحدة المدخل الواحد فيه حوالي 23 شقة في عمارتين 46 46 في حوالي 13 عمارة. الوحده هتتكلف كام؟ هي متراوحه لان انت حضرتك بتخش الشقه كما هي كده بقى، ممكن مثلا حيطه واقعه، ممكن سيراميك متكسر، ممكن نجاره، ممكن تتجاب كلها على الارض الشقه حسب حاله الشقه بالتكلفه فيها. بس هو التكليف اللي احنا واخدينه من السيد الوزير المحافظ سياده الوكيل شعيب والسيد قائد المنطقه الغربيه تمام والشعبه الهندسيه ان احنا ننفذ كل ما هو شايفينه من وجهه نظر ان احنا لازم نرجع المعمارات ديت اكنها لسه منشأها تم انشائها حالا. أعمال التطوير لم تقتصر فقط على تلك العمارات السكنية، بل شملت كل الخدمات من مراكز شباب وملاعب ومؤسسات صحية. على مدار عدة سنوات عانت تلك العمارات من الإهمال بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، إلى أن جاءت يد التطوير لتشمل نحو 700 وحدة سكنية لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطن المصري. من عمارة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، أشرف مبارك، النيل.